اكيد. وكثير من الناس في الجامعات احنا بنلقاهم مجتهدين جدا، والاجتهاد ده بيجي من الصباح الباكر في وصولهم للجامعه اذا كان عنده محاضره. محمد حينقول لنا الاجواء الجميله بتاعت الجامعه، نحن حنتابعها. صباح الخير عليك من جديد محمد، والجامعه واخبارها ومنظر الجميل البنشات. مرحبا بكم من جديد زملائي في الاستوديو. وزي ما شايفين لما نقول الجامعه في ناس كتار بيرجعوا بالسنين لورا شويه، بيعداك بتبقى الذكريات المتعلقه بالدراسه، الامتحانات اللي ممكن تمر على الناس، وهي بتكون فتره محتاجه من الانسان يجتهد في انه يحصل اكاديميا، كمان بناء الشخصيه اللي ممكن يكون مصاحب كمان برضه للحياه الجامعيه. اليوم من داخل جامعه المغتربين التسعينات وبداية الألفينات كده الحياة الجامعية، في ناس قبل كده يعني. التحية لك يا حيدر دبوس، عارف سبعينات كده ممكن تكون برضو هي حياة الجامعية، ممكن تكون مصاحبة لك يعني. أسعد أنه يكون معي في المحطة الأولى الجولة داخل جامعة المغتربين الدكتور طه حسن، مدير إدارة الخدمات وترقية البيئة الجامعية، واحد من الناس اللي عندهم في البيئة الجامعية داخل جامعة المغتربين. دكتور طه صباح الخير عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، باسم جامعة المغتربين أتقدم الشكر الجزيل لكم، وأرجو أن تكونوا معنا دائما وتلاحظوا بعض الملاحظات التي لا نلاحظها في تقدم هذه الجامعة. البداية كانت بتين جامعة المغتربين؟ الجامعة دي قديمة خالص، أكثر من 20 عاما، بس ما كان ما معروفة كده بال 20 عمر لا. كبير كانت فكرة ثم تحولت إلى مشروع ثم أصبح الحلم حقيقة، وبدت البداية الحقيقية في عام 2010 كجامعة للمغتربين. بدينا بالمبنى في كلية النهضة في الصحافة، ثم انتقلنا إلى هذا محطة السبعة. نعم محطة السبعة، ودلوقتي نحن تمتلك الجامعة وعندنا مبنيين رئيسيين في الجانب الجنوب الشرقي هناك. الحقيقة هي جامعة خاصة، لكن في نفس الوقت هي جامعة قومية، بمعنى إن خصوصية الاسم وعمومية القبول. يا سلام، دي مهمة جدا جدا. هاي طيب دكتور طه، خلينا نتجول ونتكلم كم عن المنافق اللي ممكن تكون موجودة. وأنا بيهمني يا دكتور طه يا خرج عليك للسنين كده، أولى جامعة كده سنتكم يعني، جينا غير هذه الأجيال، وكل تطور تاريخي له بصماته ولمساته، لسه ولكن كل إنسان بينتمي إلى ما كان فيه من بيئة. ناس كتار بيقولوا والله الزمن ده تغير، حتى القراية ذات الطلبة الجامعيين هسي ما زي الطلبة الجامعيين زمان. زمان الطالب الجامعي ممكن يكون متزوج وهو يدرس الجامعة، ممكن تكون عملتين دي في انا لا بعد الجامعه تزوجت ومعي وتلقيت التعليم العالي في الولايات المتحده الامريكيه في جامعه يو اس سي يونيفرسيتي اوف ساوثرن كاليفورنيا اللي هي لوس انجلوس، وجيت عملت دراسات زياده كمان هنا في جامعه ام درمان الاسلاميه في القانون المقارن، بالتركيز مع على التحكيم كوسيله من وسائل فض المنازعات. تمام. والحمد لله الجامعه ماشيه هسه هنا كويس برئاسه حسن ابو عائشه حامد وكل زملائه، نائبه البروفيسور الطاهر حسن هارون محمد هارون وبروفيسور عبد الوهاب وبقيه البروفيسورات في الكليات المختلفه. والجامعه يعني ابشركم ولو انها شهاده مجروحه ماشيه من احسن الى افضل، الى ان تصل الى القايات والخطط المرسومه باذن الله تعالى. طيب خلينا نتجول في الجامعه ونشوف المرافق اللي ممكن تكون بتحتويها. وانا حابب والله اربط الواقع اللي بنشوفه الان بالفتره اللي انتم درستوا فيها، الفوارق اللي ممكن تكون اهتمام الطلاب حتى تفكيرهم، الايقاع السريع ذاته في الحياه، يعني اهتمامات الطالب في الوقت ذاك ما زي هسه يعني دكتور طه. اي ما ما, ما 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 ممكن تنوب الطالب ذكرا كان ام انثى، لان المتغيرات الحاصله في الواقع العملي العالمي والتغير السريع في التقنيات أدى بصماته وأثره على الطلاب. نحن نشأنا في بيئة مختلفة خالص، يعني ما أقدر أقول يعني نقد لطلابنا ديل، برضه هم أولادنا لأنه
الطلاب ديل ذاتهم عندي اولاد زيهم قدرهم زي ما يقولوا، هم عندهم رؤيتنا الخاصه ما من خطيئه باي شيء باي شكل من الاشكال، بقدر ما انه نرجو ان نتفهمها ونتساير معها، لانه هم نصف الحاضر وكل المستقبل، ودي عمليه اساسيه جدا جدا لبناء مستقبل بلد ووطن هيتحمل تبعاته ومسؤولياته وادارته ورئاسته. هذه المجموعه ما نحن جيل زايل وجيل لاحق جاء، دي المسؤوليه مفروض ان نشد على يدينهم ونحاول نصلح بقدر الامكان ما يمكن تصليحه. ما هم كلهم بطالين، لكن بقدر الامكان في ملاحظات، والملاحظات دي قد برضو تكون على جيلنا نحن بانه في خطا، بانه نظريه التواصل بين الاجيال ما كانت قائمه في ذلك الوقت. انا والله يا ربنا يديك الصحه والعافيه يا دكتور طه، وانتم باعتباركم يعني اباء للطلاب، يعني الطلاب الموجودين واحد بيتعامل معاهم زي كانوا نحن يعني في بيت واحد ودي اسره واحده يعني، وواجبكم كمان برضه تنصحوهم، وحتى الملاحظات والمخالفات اللي قلتوها برضه اهتماماتهم تغيرت كده مع مرور الزمن، وكثير من الحاجات اللي بدات يعني فعلا ما جيل كمان 2018 ما زي جيل الستينات يعني. اكيد ما اكون كبرتك شويه، وهذا الجيل بعده جيل ما اكون كبرتك شويه، ما اكون كبرتك، ستينات دي قريبه ولا بعيده؟ قريبه. جزاك الله خيرا. انا اقول لك حاجه، لحسن حظ الجامعه دي يعني القاعده الاداريه بتاعته يعني من الاجيال السابقه، مما يحمل كثير من القيم والمفاهيم التي يغرسوها في هذا الجيل. وجامعتنا متميزه يعني المتوسط العمري للعاملين فيها على في قمه الاداره لا يقل عن 50 عاما، ودي شباب هو شباب، لكن في اعلى من ذلك العمر باعتبار، وانا واحد من الذين في اعلى من ذلك العمر. فنحن مكتسباتنا بقدر الامكان نحاول نعكسها على اولادنا، وديل فلذات اكبادنا وديل مستقبل السودان بحول الله لما يقودونه للافضل. السلام عليك يا دكتور طه، ربنا ان شاء الله يديك الصحه والعافيه، وموفقين ان شاء الله، والبيئه الجامعيه تترقى اكثر واكثر كمان. انت شايف هسه النظافه بتاعت الجامعه دي في اشراف عليها شديد، والنظافه دي تشمل عندنا من اعلى المواقع لاقل المواقع، ان كان هنالك اقل المواقع كلنا تساوى عندنا. اذا مريت على المسجد حتلقاه ممتاز، الى المرافق الخدميه تواليت وحمامات برضه نفس الشيء، حدائق تلقاها نفس الشيء. ولا نذكي انفسنا بقدر الامكان في تقصير، وكل ما كانت في مشكله بتفيدنا ان احنا بنحبها، ما بنتفادى المشاكل، بنحبها لانها بتعلمنا وبتدربنا عشان نتلافى مستقبلا الاداء وتنفيذ العمل. طيب انا بستاذنك في نون ادخل القاعه دي واشوف المحاضره وسلم على الاستاذ وصبي عليه. البيت بيتكم يا اخي، تفضل. الله يسلمك. شكرا جزيلا لك. نحن من خلال هذه الجوله حابين نرصد احساس الصباح داخل الجامعات، وجامعه المغتربين معانا دكتور طه عرفنا على عدد من الجوانب اللي ممكن تكون متعلقه بانه البيئه الجامعيه مفترض تكون بشكل يكفل للطالب انه يقدر بعد ذاك يحصل اكاديميا بصوره جيده. مرحبا بك. صباح الخير عليك. صباح الفل. كيف حوالك؟ الحمد لله بخير. تمام الحمد لله. عصير من الصباح كذا؟ عصير يومي من الصباح. برنامج كيف صباحك؟ كيف؟ لا الحمد لله فل. اشتغلت محاضره ولا؟ يا دوب طالعين على المحاضره. طالعين خلاص لا يا دوب البدايه. حتبدا يا طالع يا دابع يعني. تبدا كم المحاضره؟ 9:30. ساعكم؟ حاليا 9:05 ولا 9:10. بتعمل شنو قبل المحاضره؟ قبل المحاضره عصير ولا شاي. ما بتراجع المحاضره اللي فاتت؟ لا بنراجع. راجع المحاضره بعد المحاضره، والثاني في بريك بعد المحاضره الثانيه، تعمل ريفريش للمحاضره اللي قبليها. الله يديك العافيه. دكتور طه رايك شو؟ لا دكتورنا تمام. ما في اي. تقول له شنو؟ لا انا اقول له شكرا لك، والجامعه دي اكثر مما جينا دخلنا الجامعه، دكتور طه هذا طبعا مما جينا هو بدينا الارشادات والتوعيه في الجامع وفي برا، ان نحن في الساحه هنا توعيه طوالي. الله يديك العافيه. الله يديك العافيه. موفق ان شاء الله. موفق ان شاء الله. ان شاء الله موفقين. ما ناخرك من المحاضره. خريج ان شاء الله اخر سنه باذن الله ان شاء الله تعالى. ربنا يا اخي يوفق ان شاء الله. بتقرا شنو انت؟ محاسبه. هسه لو سالناك كده سؤال في المحاسبه، كليه العلوم الاداريه. ايوه لو سالناك كده في المحاسبه دي كده جاهزين. موفق ان شاء الله. ان شاء الله. الله يعافيك. بنتواصل في الجوله من داخل جامعه المغتربين، الكافتيريا اللي بيفطروا بدري بيجهزوا بعد ذاك مشوار
يمشوا على المحاضرات وزمنها بيتفاوت كده حسب الجدول طبعا. طولت يا دكتور طه؟ انا ما دخلت لي محاضره كده في الجامعه، طولت شديد والله يا اخي. هو الامور ما بتتلاحق بالسرعه دي كله أيوه. ما بتقدر زمان احنا بنبرمج الزمن دلوقتي أيوه. الزمن بقى ببرمجنا أيوه. وعلى هذه البرمجه بنحاول نتفاعل مع الحدث. يعني احساس كده انه اول مره بعد سنين كده تخش نحن نخش طوالي ونستاذن طوالي السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. الله يديك العافية. الله يخليك. لما تجي خشب يقفوا لك كده؟ لا أبدا. ما أتعرف عليك معلم؟ زهير محمد صالح. دكتور الله يديك العافية. الله يسلمك. متعبين الطلبة دي ولا؟ لا والله دي طلبة جداد كمان، دي الدفعة الجديدة اللي جاتنا في الجامعة. في أولى. أيوة، ودي كورس إعدادي شغالين معاهم. تمام. يوم اول حاجه شغال معاهم شنو انت؟ انا بشتغل معاهم لغه انجليزيه، انجلش لانج انتنسيف انجلش لانجويج كورس. انجليزيون كويس ولا ضعيف؟ لا كويس. ما يكون 1 2 3 بتاعنا؟ لا ناس ما شاء الله ديل بتشوفهم انت مجموعه الطب مجموعه التمريض. تمام. غالبيتهم مجموعه زي الناس الانجليزي ذاتهم. ايوه اكيد. تمام. نحن اول حاجه قبل كل شيء انا اشكركم لزيارتكم وانكم شرفتونا في الجامعه جدا قناه طيبه، وشهاده يعني مما يدل باهتمامكم بالتعليم الجامعي، ونحن نشكركم جدا انه يعني الجامعه يعني سعيده بزيارتكم دي والله. طيب عموما كده مستوى الطلاب ده خليك صريح معانا والله، انت المحاضره دي ما بديت من الصباح اكثر واحد كان بيشارك معك؟ والله انا اقول لكم يعني كتار انا الاولاد ولا البنات، خلينا نعمل عامه كده. والله هم الاثنين بيشاركوا معي. لا الاثنين عندهم نسبه 30% 75%. تاخذ نموذج انا ممكن تاخذ نموذج يقول لك انجليزي. اها. ها؟ ايوه. طيب دقيقه. ما تكون بصصة حاجة كده ولا شيء. أنا كلمتها بس أقول لكم كلمة. يس. طيب. مرحبا. Good morning. Good morning. Yeah, what's your name? I'm from Pakistan. Yeah. What's the volume for you for? University. Yeah. Yeah, it's a good university. I have found this university that is the best choice in Sudan. I came here because it was a good choice for me to come here, and my home is near. Their teaching methods are really good. They give an Islamic a total Islamic reference, and so I think it is the best university. طبعا حترجم لكم. هي قالت انه سعيده انها تكون في السودان جدا، لكن ما بعد بس الكلام اللي قبل تفضل دكتور طه معنا. نحن هنا في جامعه المغتربين يعني بمر بمرحله اساسيه جدا، بانه طالبنا ذكرا كان ام انثى بان بندفع للكليه تم فيها القبول والتسجيل، بنجهزه نفسيا وذهنيا واجتماعيا حتى لا يفاجع، اللي هي بيسموها التأقلم مع الواقع العلمي وهو مقبل على الكلية. الأساتذة ما بقصروا في كلية الدراسات الإعدادية، لأنه الطلبة ديل بأنه بدهم الروح وبينفث فيهم درجة من العلم والتوائم مع تخصصاتهم المقبلين عليها. ده كلام دكاترة كبار يا. لا العفو. الله يديك العافية. كتر خيرك. معكم يا شباب وسعيدين ان نكون معاكم اليوم، خليكم تكملوا المحاضره مع استاذنا، والمره الجايه ان شاء الله. لو عايز ساكتين من قبل كده لو عايز تاخذ منه كلمه. جدا الناس والله بالعربي يا اخي، احنا طبعا محتاجين نترجم الكلام القبيل ده. ايوه.
مرحبا بك. مرحبا بك. منو معنا؟ ابراهيم حيدر محمود. كيف ابراهيم؟ شغلك كويس؟ والله تمام الحمد لله. اخبارك انت؟ المزاج كيف من الصباح؟ ان شاء الله المحاضره تمام؟ الله يفل الفل. تحضر كلها ولا بزوق؟ انا بزوق؟ لا لا نحضر كله. في جماعه كده والله بيقول لك يا اخي المحاضره دي نحضر نصها والباقي برا. لا لا لا. جاي من البيت يقول لك تنتهي ازاي؟ جاي من البيت عشان ازوق. موفق ان شاء الله. هو كل الناس اللي جنبك ديل ساكتين يا منتبهين مركزين مع المحاضره يعني. بعدين يا استاذ انت يجيك واحده كمان من البنات سعيدين. بعدين في جنب اليمين دي يعني دائما الناس اللي بيكونوا اليمين دي ما بيكونوا مشاركين كده يعني. بص ركز ركز عليهم. الله يديك العافيه. تسلم تسلم تسلم. الله يديك العافيه. شكرا لكم شباب. الله يديك العافيه. شكرا جزيلا. يعني احنا متواصلين في الجامعه ويمكن طولنا ما دخلنا محاضره وطولنا ما شفنا يعني احساس الجامعه كده واحساس البنشات والمدرجات. انا سعيد والله اليوم اعيش جوا الجامعه يعني. انا خريج 2015 ما اكون عصرت على جماعتي لكن يعني ما بعيد يعني قريب. صح كمان نشوف النشاط وجوله كمان برضو انا حاسس انه محتاجين كده نعيش الاحساس ده مره ثانيه يعني. انت ما سالتنا عن عدديه الطلاب طيب في هذه الجامعه. انت اسال نفسك وجاوب. 4000 وشويه. 4000 قريب من 4500 طالب في هذه الجامعه. بدأنا بأربع كليات والليلة نحن عندنا 7 كليات ما شاء الله تبارك الله. آخرهم كان كلية الصيدلة وكلية علوم التمريض ومقبلين على كلية الأسنان وعندنا كلية أنشأت جديدة الدراسات العليا والتدريب. فيعني دائما المنظور الموضوعي لنجاح الشيء في تقدمه ليس في وقوفه في مرحلة من المراحل. فالجامعة يعني بحمد الله وبتوفيقه يعني متقدمة ومتطورة وما وقفنا في قصة رواتب أو أجور للعمال الشهر ده الشهر اللي بعده. ده برضو مؤشر في تقديري بدل على الجامعة إنها ماشية. عندنا 5 جنسيات على رأسهم الجنسية النيجيرية وهي تدرس في هذه الجامعة وبيدفعوا بالعملة الصعبة. أكون أمين معك يعني في مين أقول. قابلت البنت دي هسه في الهاي. نعم. هي باكستانية. نعم شفت كفيل. هي شكرت وعند... إن هي قالت حتى من أفضل الجامعات الموجودة عندنا وبعد ذاك جات الجامعة وشافت الأجواء وقفت على البيئة الجامعية وقدرت بعد ذاك هي تكون قادرة هي يعني تتواصل كده مع الجامعة وقادرة تستمر كمان برضه في الدراسة. نعم عندنا سوريين وزي ما ذكرت في الأول نيجيريين وعندنا مصريين وعندنا يمنيين وباكستانيين ولسه ماشيين وسمعتنا ان شاء الله عيب الحديث عن 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 كفردي من الواقع بيحكي نفسه يعني. الواقع بيحكي نفسه كما تفضلت. فالامور ماشيه تمام على ما يرام. طيب ساحه النشاط كيف؟ النشاط ماشي كويس. طيب نشوف فريق كرة القدم وعندنا نشوف الساحه اللي بيقعدوا فيها الطلاب. كورال عندنا كل شيء الحمد لله. امبارح كان في تخريج قلت لي. اي امبارح كان في تخريج. طيب التخريج ده دفعة كم ولا تفاصيله كيف؟ هلا نحن خرجنا قبل كده من كلية العلوم الإدارية وكلية اللغات ثم ألحقناهم بكلية الطب وكلية الهندسة. أيوة. ويعني الحمد لله رب العالمين حتى في شهادات من المستشفيات والمستوصفات عن طلابنا الذين تخرجوا من كلية الطب بيجينا في شكل يعني تقارير يا شفاهة للمسؤولين أو كتابة بأنه هؤلاء الطلاب لقوا منهج دراسي محترم وحتى في كلية العلوم الإدارية. هنا في المسجد في ساحة النشاط. في المسجد وساحة النشاط والحمد لله رب العالمين شايف الطلاب منسجمين. نحن أكثر حاجة بنسعى عليها أنه نحافظ على العلاقة الاجتماعية بين الطلاب لأن دي مرحلة انتقالية بيلتقوا برا في المجتمع في يوم من الأيام. طيب نحن حنشوف الشباب ديل ونقعد معاهم. ودي كافيتيريا بالخدمات بالمناسبه ارجو ان تكون اشرت عليها ان شاء الله. تقدم كل الخدمات للطلبه والطالبات طبعا وباسعار معقوله وفق اتفاقيه مبرمه بين الجامعه وبين مالك الكافيتيريا في 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 خدماتها. بشكرك يا دكتور. بشكرك بشكرك بشكرك. طيب نحن متواصلين من خلال الجوله دي والشباب ما شاء الله كيف احوالكم؟ ان شاء الله تمام. تمام والله الحمد لله. حسن كمال. حسن كيف حالك؟ الحمد لله والله ان شاء الله تمام. تمام والله الحمد لله. الله يسلمك. دفعه واحده كلكم؟ كلنا هاي. اواب عبد العزيز. منو؟ محمد عبد الرحمن. محمد اصحاب كذا شكل. الجامعه كيف معكم؟ تمام والله الحمد لله. مزاجكم رايق؟ الحمد لله.
منتظرين محاضره ولا هاي منتظرين محاضره الساعه كم محاضره الساعه 10:30 كده انا اصحاب دي قالوا بتنزل يعني بتنسوا بيعملوا حضور لبعض كده هاي يا زوج علي ايوه هاي صح كلامه صح لازم لكن ما كويس يا اخي موضوع المحضر ما المفروض تندس وتعمل حضور يعني الله لازم مع بعض مع بعض ربنا يوفقكم ان شاء الله وصباح الخير عليكم يعني دي شبابكم يا دكتور طه ما شاء الله يا ندخل شويه كمان ونشوف صحة النشاط اللي في ناس عاملين جوطه كده الناس اللي عاملين جوطه ديل بس حنجوم حيقوموا تعال تعال معناها دي اكثر ناس انا ممكن اتكلم معهم يعني جماعه دي زغم ورمه عليكم السلام كيف حالك صباح الخير صباح النور كيف امورك ان شاء الله تمام من معنا مصعب علي يوسف مصعب كيف الاحوال تمام الحمد لله تمام خير والله جماعه دي زغم ورمه والله خوافين ما عندهم جراوه بس عاده كده اول حاجه ما شاء الله ونسيتكم كده معناته كلكم اصحاب كده وقريبين لبعض يعني الجامعه كيف والله الحمد لله أخباركم ان شاء الله ماشيه تمام وامركم طيب تمام الحمد لله كويس عموما كده تمام فل الفل جامعه المغتربين دي معناتها الجماعه دي كلهم ولد مغتربين الكلام صح لا ما صح الزول ده ضحك بال كيف الاحوال تمام والله الحمد لله على خير يا النور من انت مصعب محمد ضحكت مالك انت زول ده ترى ولد مغتربين ما في حاجه اي ما كلهم مغتربين ما كلهم يعني ضحكك شنو الناس هي مغتربين وما في هذا المغترب ده اكثر زول شفته يعني بيسكم كده في المنصه ضمنه ياخذ ده يا انت والله لك مشكلتك مشكله يا ما شايفك انت مستلم المنصه من قبل قبل على الكاميرا ما تضحكوا تضحكوا ما تقولوا انتوا قدرت اقول حاجه لا ما اقدر اقول حاجه ما بس هو المستلم المنصه بالعكس بالعكس لا هو ما شايفك سكتت كده حمرت له لا طيب من الشباب ديل كده يعني واحد صاحبك شديد والله كلهم ما في فرز بينهم بتيجي كل يوم الجامعه هاي كلنا عندنا قاعده كده معينه وانا سوي هنا تمام لكن ما في فرز طيب انت اسي يعني انقل الماء كده اتكلم مع منه اختار لك زول كده انتقم منه مانا تعال زول اختارك والله اختارك معناته عنده معك حاجات تعال بجي كيف احوالك يا كيف مانا الحمد لله انا كويس يا الله يحفظك زول ده زعلان منك تعال هذا ما بيننا نزعل اصحاب شديد هاي الله يديك العافيه انا كمان برضو حاب اعرف علاقتكم كده مع بعض كطلاب في الجامعه وناس اصحاب يعني انا قلت لو حنمشي للناس اللي صوتهم معالي دي الاصحاب شديد يعني اول ما نزلنا الجامعه كده كورس عرفنا على بعض ودخلنا مع بعض سريع يكون كم مع بعض والله تقريبا من بدايه الكورس يعني 3 اسابيع 4 اسابيع شهر كده شهر لكن دخلنا بعض طوالي عرفنا على بعض دفعة جديدة انت هاي برنامج من لسه الله يديك العافيه شكرا جزيلا عفوا دي كانت جولتنا انا والله يا دكتور طه يا اخي سعيد بانه انا اكون في الجامعه يا اخي انت في مراحل فاتت علي اللي هي بعد اذنك ما شاء الله لانه وقت البرنامج قد لا يجمع بكثير نحن هنا حسب النظام واللائحه ممنوع التدخين ممنوع التنباك ممنوع الممارسات الاخرى التي لا اريد ان اذكرها وهي المخالفات في انواع اخرى من القصص دي فالانضباط في هذه الجامعه يشهد به طلاب نديل هم يعني نحن بنبذل غايه جهدنا بانه نطلع طالب محترم متى دفعنا به الى الحياه العامه يكتسب حريته ويمارس بطريقته وهو مسؤول امام الله بما يقوم به دي وصيه ابويا يا شباب كلام ده لك يا ابو هند تمام كيف الاحوال مسلم العامل منه صباح الخير صباح النور كيف حالك شرطه تمام الحمد لله محمد نزار محمد كيف حالك الحمد لله اصحابك شديد النزار اي والله تطلعوا مع بعض كده مشاويره اي طالع سيات مع بعض اي فغير يا بس ما تقصروا كده بالجانب بتاع الجامعه ده والقرايه وكده اي ان شاء الله كلام الاستاذ اسمه اي بنسمع اهم منو معنا عماد سالم عماد كيف حالك الحمد لله ان شاء الله ما في زول قال اشكر اهلي ولا في زول جاب سيره امه وابوه يا جماعه انتم معكم يا جماعه اخوان والله هذا اخو مهند اي قال لي اطلع في قناه طيبه عشان اشكر اهلي واخواني ما قال لي او اسبانيا ولا ايش ترك لا ايش اسبانيا لا اخو في اسبانيا ولا هو في السودان اي اسبانيا يعطيك العافيه كثر خيرك الف مبروك يا الشباب دي اللي باركوا لك كده والتحيه لك نحن سعيدين نكون في جوله الصباح اليوم من جامعه المغتربين حتى
الملتقى كمان في جوله ثانيه نضيف كمان برضه على احساس الصباح في واحده من الجامعات السودانيه والشارع العام كمان بصوره عامه. انا بشكر دكتور طه مدير اداره الخدمات وترقيه البيئه الجامعيه داخل جامعه المطربين حتى الملتقى. اعود اليكم في الاستوديو شباب ما شاء الله والنازل لكن برجع لكم. شكرا نعم. محمد سليمان حقيقه حبيت الجو الجامعي والاجواء الجامعيه والقفشات اللطيفه اللي كانت ما بين الشباب البرالمة. في الموضوع البرالمه اللي لهم 4 أسابيع يا دوب يعني فبتمنى لكم حياه ان شاء الله دراسيه موفقه ان شاء الله. والبيئه الجامعيه مطلوبه كثير من الاسر والناس تحديدا المغتربين التحيه اليوم وهم بيجيبوا ابنائهم السودان بيكونوا بعيدين منهم عشان ما يتعلموا بيخافوا من البيئه الجامعيه. جامعه المغتربين امنت لنا على الموقف الجامعي في حرصها التام على كل الشباب لازم يكونوا في انضباط تام ممنوع كل المخالفات كل حاجه ممكن تكون هي ما سليمه في الجامعه ممنوعه وده نوع من الاطمئنان يعني. جميل جدا. فكل الامهات والاباء هسه هم مغتربين لو كانوا عندهم طلاب في ابناء في جامعه المغتربين يطمنوا لانه واضح انه الدكتور طه طمن كل الاباء